وتنضم إلينا هاتفيا الدكتورة رندا الشافعي خبيرة تكنولوجيا المعلومات. دكتور رندا بعد التحية، مصر تتجه نحو التحول الرقمي منذ سنوات، واليوم شهدنا إنجاز كبير يتمثل في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، بما يعني تابعنا من مزايا عديدة لهذا الإنجاز. تحدثينا كده ببساطة لكي يفهمها المواطن المصري، يعني مزايا التحول الرقمي ومركز البيانات للحوسبة السحابية، في المزايا التي تعود على مصر وعلى المواطن المصري وعلى تحفيز النمو الاقتصادي في مصر. اهلا وسهلا لحضرتك. طبعا وخلينا نقول النهارده ده حدث حقيقي عالمي بيقول لنا الجمهوريه الجديده فين من رقمنا، وقد ايه احنا تفوقنا بالايدي العامله وتفوقنا بالانجازات في مجال التحول الرقمي. دي منصه بتخلينا نقدر نشوف من خلالها جميع البيانات، جميع التقارير الطبيه، جميع البلاغات الصحيه، ازاي نقدر نشوف مكانه اداره سيارات الاسعاف لتحسين الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين. في نفس الوقت مجال البيانات والحوسبة بيخدم منطقة مصر وأفريقيا، بيساعد كتير جدا في ان هو يوفر الإدارة، بيحافظ على الخصوصية، بيساعد في مشروعات مهمة جدا كمشروعات المواني الذكية التي تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير. حاجات كتيرة قوي قوي هتخلي العالم كله كقرية واحدة من خلال هذه المنظومة. طبعا من احدث الحاجات ان هو بيستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وده بيساعدنا في صناعه القرار على كافه المستويات، سواء كانت المستويات المحليه ام المستويات الدوليه. نقطة مهمة تتعلق بمسألة الذكاء الاصطناعي دكتورة رندا، يعني تم الحديث عنها النهاردة ولفتت نظري انه بيتم يعني التحكم في البيانات المدخلة منعا او تفاديا لتحيز التوجيه الفكري اللي موجود بفعل يعني عناصر بشرية تتدخل وتتحكم في نوعية المعلومات المدخلة فيها. فيعني كيف يمكن يعني الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في هذه النقطة تحديدا، الحفاظ على الهوية المصرية، الهوية العربية، القيم الخاصة بنا كمجتمع مصري أو مجتمع عربي؟ خلينا نقول ان دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي هو عامل محفز واساسي في استخدام احدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء حاجات كتيره جدا، منها المدن الذكيه، تحويل المدن الحاليه الى مدن ذكيه طبقا للمعايير الدوليه، علم تحليل البيانات. هو ليه العديد من المزايا، سواء كانت المزايا دي في المنظومه الصحيه نفسها او في اي منظومه، حتى المنظومات الحكوميه بيساعدك انك تقدمي الخدمات بسرعه، بدقه عاليه جدا، بجوده، تتاكدي ازاي تقودي السوق سواء كانت الاسواق المحليه او الاسواق العالميه، لانه بيوفر لك حقيقي تحليل للبيانات الموجوده بدقه لاخر احداثيات موجوده عن البيانات. طب دكتوره رندا، النهارده السيد الرئيس دعا الاسر المصريه لتعليم ابنائها فنون البرمجه واعدادهم لسوق العمل في هذا الاتجاه، كيف ترين هذه الدعوه وكيف يعني رؤيتك للشباب وتوجههم نحو العالم الرقمي في يعني في مجالات المختلفه، ليس فقط في مجال التكنولوجيا والاتصالات ولكن في كل المجالات؟ أراها دعوة من قائد عظيم يقود ويليد الشباب إلى توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الجمهورية الجديدة لإنشاء جيل يواكب جميع التغيرات ويواكب أيضا الكوارث التي يواجهها المجتمع ويواجهها العالم ككل نتيجة استنباط أحدث النتائج، سواء كانت الكوارث الطبيعية أو أحدث النتائج للأمراض المزمنة، الأمراض المتوقعة نتيجة جميع الكوارث التي تحدث في العالم ككل. أشكرك جزيل الشكر دكتورة رندا الشافعي خبيرة تكنولوجيا المعلومات.